كان الإمام الحسن متواضعا، شدة التواضع تجده في الإمام الحسن، طبعا كما تجده في أمه وفي أبيه وفي جده، لكن حديثنا الآن عن الإمام الحسن. كان متواضعا جدا، يمر في الطريق فيجد بعض الأطفال يلعبون وقد فرشوا سماط ومخلين أيضا شوية خبز فيه، شافوا الإمام الحسن فدعوه إلى سفرتهم، تعال تفضل ويانا. شوفوا، يمكن الأطفال ما كانوا يعرفون الإمام حق المعرفة، لكن الإمام يعرف نفسه، يعرف أنه ابن رسول الله وأنه ابن علي وفاطمة، ويعرف أنه إمام وحتما له أعمال وأشغال ومشغول، لكن الإمام الحسن استجاب للأطفال وأكل معهم ثم استضافهم عنده، يعني اعتبرهم كبار مو أطفال صغار، استضاف هؤلاء الأطفال عنده، وكان هؤلاء ضيوف على الإمام الحسن سلام الله عليه.